FM. الكلمة ليك. أغنية وقتاش هبط الكليب على اليوتيوب؟ احنا الكليب سيتي بريفي باش نهبطوه يعني لو لوندومان. يا اخي زميلنا توفى الله يرحمه سي الهادي التونسي. دونك ما نجمناش الحقيقة نهبطوه. ان شاء الله دون 3 جور يكون موجود على اليوتيوب وعلى الباج. دون 3 جور على اليوتيوب على الباج. اليوم مراهنة كبيرة من الفنانين على اليوتيوب، تقريبا الناس كلها اللي تخدم سبيسيالمون اليوتيوب يعني تصرف وتعمل كليبات. اخر اهتماماتها بتاتر تلافز خاطر فريمون ما عادش عندنا تلافز تعدي. انا نهتم بكل بكل ديتاي الحقيقه، لي راديو ينفعوني، لي تيلي ينفعوني، اليوتيوب كيف كيف، كل ثنيه فيها منفعه معناها. ما لازمكش تقصي حتى شيء، الصحافه المكتوبه مهمه يعني كل شيء. لا مش نحكي على نحكي على وين يتعدى الكليب. نجم يتعدى الكليب في التلافز والناس تشوف، مش الناس الكل كونسنتري مع الويب. فما ناس ان يهموني زاد هذوكم اللي في ديارهم اللي يتفرجوا في التلافز ما عندهمش علاقه. نحترم كل حد وبارابور شنو عنده كماتيير معناها، نجم انا نوصل له بها الاسانسيال انه الخدمه توصل مهما تكون الطريقه معناها اللي تخلط بها، اما حاجه مودرن ولا حاجه. كابافان الكلمه ليك.